ما يعطي الشجرة تتحرك بهالطريقة هذه، نلاحظ. وإذا كان هذا حاد أيضا بيأثر على نفس اللي هو اللحى هنا وبيخرب اللحى وما بيتحرك بسهولة، مع الوقت يتكسر لأنه ما في مجال إنها تتحرك. مع حركة كده كده بيسوي حزوز في نفس اللي هو الغصن. إن شاء الله تكون واضحة. أعيد الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة على شكل ثمانية. ندخل نعمل بهالطريقة هذه، نلاحظ ونربط بهالطريقة. خلاص صارت عندي هنا شكل ثمانية. أجي وأقربها للمسافة اللي أنا أعتقد أنها مستقيمة، وأرجع أربطها ربطة بسيطة اللي هو الربطة المتعارف عليها اللي هو عشان تنفك بسهولة. أيوة أي لحظة أي ربطة بعدين، ما عندي مشكلة. المهم هذا شكل ثمانية تكون طريقة. أي حركة بدون يتحرك هنا يجي هنا، المهم أن الشجرة ما يكون هذا ماسك في لحاء الغصن ويعمل على عمل حزوز، ومع الوقت ممكن يؤدي إلى موت أجزاء من نفس اللي هو الشجرة.